صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم العمليات الاستشهادية في بعض بلاد المسلمين وأنهم لا يملكون إلا ذلك وليس عندهم أسلحة ولا يستطيعون أن ينتقموا من العدو إلا بذلك؟ الجهاد ما هو فوضى ولا هو بعمليات إلا إذا قاده ولي الأمر ونظم ولي الأمر وكون جيشا يكون الجهاد يقوم الجهاد. أما مسألة هل الأحداث التي دمرت المسلمين وسلطت العدو فهذه ما فيها مصلحة بل فيها مضرة على المسلمين. عاش المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، عاشوا 13 سنة وهم يقاسون من ضغط الكفار وآذى الكفار، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يقتلوا أحدا أو أن يضربوا أحدا، بل إن الله يأمره بالصبر والصف، يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر والصف وعدم الجهاد. كان الجهاد محرم في مكة، لا يجوز للمسلمين أن يجاهدوا وهم في مكة لأنهم ضعفاء والعدو أقوى منهم، لو جاهدوا في مكة لقضى الكفار على المسلمين. فينبغي معرفة هذه الأمور، ولا الفوضى ما تجر إلا الشر والانتحار وتفجيرات، ما تجر إلا الشر، مع أن هؤلاء الذين يقتلون من الكفار في بلادنا يكون محقون دماءهم بالعهد أو بالأمان، لا يجوز الاعتداء عليهم، هذه خيانة. نعم.